الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: أفي الله شك؟ يعني لا شك في وجود الله. الإنسان العاقل الذي أعطاه الله تعالى فهما صحيحا، تفكيرا صحيحا، يعلم أن هذا العالم لابد له من خالق أوجده، وأن هذا العالم لم يوجد صدفة كما يقول بعض الملاحدة، وأن الله تبارك وتعالى الذي خلق هذا العالم لا يجوز أن يكون مثله. فإن الإنسان لو فكر بعقله تفكيرا صحيحا، إذا نظر في نفسه يجد أنه لم يكن ثم كان، وأنه كان في حالة ثم صار في حالة. والشيء الذي لم يكن ثم كان يحتاج لمن كونه، والشيء الذي يتطور من حالة إلى حالة يحتاج لمن طوره، لأن العقل السليم يقضي بأن الشيء لا يجوز أن يكون خالقا لنفسه. فلا يجوز أن يقال العالم خلق نفسه بنفسه، ولا يجوز أن يقال الإنسان خلق نفسه بنفسه، ولا يجوز والعياذ بالله أن يقال إن الله خلق نفسه بنفسه. الله موجود لا ابتداء لوجوده، أزلي أبدي، لا يطرأ عليه عدم، لا يطرأ عليه فناء. والله لا يتغير، لا يتطور، لأن الله تعالى قال: ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس لله مثيل. هذه المخلوقات تتطور، الإنسان يخرج من بطن أمه لا يستطيع المشي، لا يستطيع الكلام، لا يستطيع مضغ الطعام، ثم يصير فيه قوة، ثم ينتقل بعد أن انتقل من الضعف إلى القوة، ينتقل من قوة إلى ضعف. فالإنسان متغير، وكل متغير لابد له من مغير، والذي غيره، الذي خلقه، الذي أبرزه من العدم إلى الوجود هو الله. والعقل يقضي أيضا بأن الذي خلق هذا الإنسان لا يجوز أن يكون مثله، فلا يجوز أن يكون متطورا، ولا يجوز أن يكون ذا شكل أو هيئة أو صورة، ولا يجوز أن يكون متصفا بصفات المخلوق من الجلوس والقعود والنزول الحقيقي والصعود الحقيقي والشكل والهيئة والصورة، كل هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. فإذا خطر لك خاطر قال لك من خلق الله، إياك أن تقول الله خلق نفسه بنفسه، هذا خاطر شيطاني. قل: الله موجود لا بداية لوجوده فلا خالق له، هو الخالق وليس بمخلوق. المخلوق يقال من خلقه؟ الجواب: الله. قل: الله خالق كل شيء. الله تعالى يثبتنا على هذه العقيدة الصحيحة ويسلمنا. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم حسن العمل وحسن الختام.